هدية من لسه ما جت في ايديك. هدية لسه ما جت في ايديك. ولا تستغرب ولا تستعجب، اللي يعيش في الدنيا يشوف، واللي امبارح عاش متريش عادي جدا يحصل له ظروف. الدنيا في ثانية بتتغير، طبع الحياة وده شيء معروف. ولا تستغرب ولا تستعجب، اللي يعيش في الدنيا يشوف، اللي امبارح كان متريش عادي جدا تحصل له ظروف. الدنيا في ثانية بتتغير، واهي الحياة وده شيء معروف. واهي الحياة وده شيء معروف. عشان خاطري فكر تاني، الموضوع ده مش سهل خالص ومحتاج تفكير اكتر من كده بكتير. لا خلاص انا فكرت وقررت، ولو مش هتشاركيني هروح اشوف حد تاني. طيب خلاص as you wish. انت عايز كام؟ 10,000 جنيه. 10,000 جنيه؟ بس انا يا شريف ما معيش المبلغ ده، بس يعني هحاول اتصرف لك كده بجزء منه واشوف الجزء التاني مع صحابي. وانا لسه هستناك لما تشوف الجزء التاني مع صحابك يا بنتي. انا بقول لك مستعجل. طب خلاص يا شريف لما اروح هكلمهم وارد عليك. وانا لسه هستناك لما تروحي يا بنتي، مش ما عنديش وقت. ماشي يا شريف هكلمهم دلوقتي وارد عليك. يا نهار يا لسه هستناك لما تكلمهم دلوقتي يا بنتي، انا مسافر انا والجماعه بكره بالليل. ايه يا شريف يعني هو سحر مثلا؟ اكلمهم امتى؟ اكلمهم امبارح ولا اول امبارح؟ والله هو ده اسرع حاجه في الدنيا، هكلمهم دلوقتي وارد عليك. طب خلاص اخلص يلا. ماشي. طب بس يا شريف يعني انت مش هتقول لي انت عايز الفلوس دي ليه؟ ولا ايه اصلا المشروع ده من اصله؟ يا ست انت مالك، انت عماله تتدخلي في كل حاجه وعايز تعرفي كل حاجه كده ليه؟ انت ليكي عني ان الفلوس اللي هاخدها منك هترجع لك وعليها ارباح وبحد ادنى 25%، يبقى ايه المشكله بقى؟ يا شريف انا بطمن عليك، مش انت بتقول عايز اروح السودان وعايز 10,000 جنيه وعايز مش عارف ايه؟ طب يعني فيها ايه لو قلت لي؟ مش ممكن اقدر اساعدك في حاجه مثلا؟ هتساعديني ازاي مثلا؟ ليكي عرب في الخرطوم هتكلميهم لي؟ ماشي يا شريف انا غلطانه، بس انت ناسي يعني ان انا بشتغل في شركه سياحه، ولو حكيت لي الموضوع ايه ممكن اساعدك في موضوع السفر مثلا. ها يا عمي قلت ايه؟ هتسلفهم لي ولا لا؟ وما تقلقش في خلال ايام هيرجعوا لك وبزياده 10% ان شاء الله. انت عايزه امتى؟ النهارده يا ريت. النهارده صعب لان المبلغ كبير ومعيش دلوقتي. هو انا عشان كده بقى قلت لك نتقابل النهارده في الكافيه. هما هنا بيوزعوا فلوس؟ يا سيدي لا، بيوزعوا فلوس ايه يا عمي؟ بيوزعوا فلوس ايه بس؟ اصحى معايا. شايف الزغلوله اللي هناك دي وراك؟ بص عليها. ديل خالص. ليه يا عم ليه؟ كل يوم يعني بتيجي تقعد لها هنا في الكافيه وتطلب مشاريب وتدفع لها بتاع 50-60 جنيه؟ بذمتك مش حرام فلوس تترمي على الارض؟ حرام ولا مش حرام فلوس تترمي على الارض؟ يعني عايزني لمهم لك من على الارض؟ طب ما انت فاهم كل حاجه اهو يا عم، امال ايه بقى وعامل اللي فيها؟ مش فاهم ليه، واكيد هينومك من الحب جانب. الحنفية دي أخبارها إيه؟ لا ما تقلقش ما تقلقش، زي الفل ولسه آنسة. آنسة لغاية دلوقتي تبقى مضروبة يا دي؟ تبحث عن عريس وسيم وحلو المعشر واللسان ويجيد الكلام، ومع إنه قاعد على بعد خطوتين منها لكن هي لسه بتدور عليه. ده حلو، أنت طالع لعمك. من شبع عمه يشك في أمه، قصدي فما ظلم. ودي نظامها ايه؟ مريشة ولا متنتفة؟ يا خبر ابي يا بتكاكي بتكاكي، قاعدة وراك هتموت. ما تقلقش، بيقولوا معاها عربية فول اوبشنز برا. اه اوتوماتيك ولا مانوال؟ لا صراحة مش المانوال. اوتوماتيك وفول اوبشنز وما فيهاش دبرياج وزي الفل. اول مرة اسمع العربية اوتوماتيك ما فيهاش دبرياج. شفت شفت، عشان ما تقولش حرمك من حاجة اهو. انت ناقصك كم المبلغ؟ يعني يعني معايا 4 وفاضل لي 6. قصدك فاضل لك 7؟ لا فاضل لي 6 لان انا معايا 4 يبقى فاضل 6. لا ما انت هتديني 1000 عشان امشي المسائل. يا سلام، انا جايبك عشان استلف منك وانت تستلف انت مني. يا ابني هديهم لك بالليل، ما انت هتسلفني عشان امشي نفسي. يعني احسن لك تدفع والمصلحه تتم، ولا ما تدفعش وتاخد زومبا؟ لا واخد زومبا ليه؟ وقال انا اللي كنت جايبك عشان اعمل عليك مصلحه. يا ساتر على الناس. يا ابني انت لسه بدري عليك شويه. يلا ماشي نفسك بقى، هجيب لك الفلوس النهارده وانا جاي. ماشي ماشي كلني. استر يا رب استر. هاي امسك اتفضل.
عندهم كده بقى عشان البيت بتاعت عندهم. ايوه نجهز كلمتين في السريع ونخلص. طيب بس خلي بالك بقى عشان بيقولوا لي انها ليها اصول صعيديه يعني غشيمه. ما تخافش يا ابن اخوي احنا دارسين لغات. تفرج على الحلاوه حلاوه دي بلدي وناجاه وناجاه وانا بص على الحلاوه حلاوه ده بلدي وناجاه وناجاه تعال شوف يا حلوي ما جنانك تعال خب خد لك صندوق في حاجه. نعم في حاجه. مي الوسكيني يا ولد عمي مي الوسكيني انا مش عشتار يا ولد عمي. انا مش داخل دماغي حكايه انك مسافر السودان تشجع المنتخب ضد الجزائر دي، وانت من امتى اساسا بتتفرج على كوره ولا ليك فيها؟ يا سلام، ومن ماتشات البلاي ستيشن اللي مقطعك فيها دي ايه نسيتها؟ طب قول لي كده نتيجه اول ماتش لعبنا بيننا وبين الجزائر كانت في تصفيات كام وحصلت فين؟ هتكون حصلت فين؟ في ملعب كوره طبعا. وبقى انت بتختبرني ولا ايه؟ طب مش قايل لك؟ مش مهم تقول لي، انا هبقى اسال طنط فدوى واقول لها انا مش داخل دماغي حكايه ان شريف مسافر السودان عشان يشجع المنتخب ضد الجزائر دي، وهي بقى تبقى تسالك وتستصفر منك. يلا سلام. تعال هنا، انت عايزه بالظبط؟ هات من الاخر. فيها لا خفيها بقى كده وابو كده كمان. يلا بسرعه قول لي الحقيقه. ماشي بس لما ارجع بقى بينا حساب تاني. لما بقى قول لي بسرعه. عندي مصلحه هناك رايح اقضيها وراجع على طول. استريحت؟ انا قلت كده برضو، مصلحه حريمي سوداني مش كده؟ يا عم تنيل، ما لقيتش غير السودان اللي هروح اعمل فيها مصلحه حريمي. هما سمر وانت ابيض، تروح تخلطوا الشنطات على بعضيها وتجيبوا حمار مخضر. تخلطوا الشنطات على بعضيها؟ اسمها تخلطوا الشنطات يا جاهل، تخلطوا الجينات. بس اسكت لا يضحكوا عليك، هي اسمها الشنطات وعامل لي نفسك متعلم. انا حمار صح، هي اسمها الشنطات. عايز ايه بقى؟ خلص وقصر. اخلص وقصر ايه؟ انت شايفني نفسي يا عم كتفوت انت؟ مين؟ خلص انت وهات بالاخر بدل ما ندهلك الست الوالده يتفاهموا مع بعض. بقول لك انا ما بتهددش. خلاص يبقى روح اقول لها. استنى يا عم، انت تروح تقول لها ايه؟ اوعدني انك مش هتقول لحد. وحياتك مش هقول لحد. لا يا شيخ كده صدقتك اياك، اوعدني بسرعه. طب وحياه الاخوه والطفوله المشرده اللي عشتها معاك في البيت ده؟ ما هقول لحد. ايه ده بقى صادق فعلا؟ طب تعالى اقول لك. تعالى الحمد لله، اوعى تقول لحد فاهم. يا ابن اللعيبة فكرة هايلة. طب انا راشق في المصلحة دي عشان ده واجب علي. تصدق بقى ان انت ومنا عيال قليلة الادب؟ تصدق بقى. هما العيال اتأخروا كده ليه؟ ما انت اللي غلطان، ازاي تخلي يوسف وش هربيني هما اللي يلموا لك البضاعة من السوق؟ يا عم انا ما لقيتش غيرهم، شكلهم ده مش ممكن حد يشك فيهم اصلا فهمت؟ طب كنت تقول لي انا بقى، كنت خليت لك ربطة المدرسة بتاعتنا تلم لك البضاعة في اقل من نص ساعة. وانا الحقيقة يعني خفت اقول لك لا تفتن عليا. طب وانت عرفت عني قبل كده انها فتنت عليك غير في العشر مواضيع اللي فاتوا؟ لا غير في العشر مواضيع اللي فاتوا لا الحقيقة. شفت بقى، ده انت ابوك يبقى عمي، يعني تعتبر في مقام ابن عمي. ايه ده يا شريف؟ هما العيال اتأخروا كده ليه؟ مش عارف. ايه ده، هي الأمارة راشقة معانا في الموضوع ده ولا ايه؟ هو معانا في الموضوع ده يا شريف؟ اكيد طبعا، لان انا صاحب الفكره. نعم يا حبيبي، انت هتستعبط كده وكده بقى عشان ما تفتنش علينا بقى. لا ما تقلقش عليها يا حبيبي، مش تفتن علينا، خليك انت في حالك بس. لا انا قلقت دلوقتي، انت اصلا قلت له ليه على الموضوع ده يا شريف؟ يا بنتي ما انا لو ما كنتش قلت له كان هيفتن علينا، كان لازم اقول له. اوكي بس ده لسه صغير على الحاجات دي. صغير ايه؟ ده انت اللي صغيره، ده انا سابغ اهو. ماشي يا سي سابغ، انا بقى في الموضوع عشان دفع فلوس، انت معانا ليه؟ اوعى اصبغ تدار. ايه عندك مانع؟ المهم بقى ركزوا. ماشي ركزوا، انا ليه واحد صاحبي اسمه القصر، وليه ابن عم، ليه خال، وبيبيع سبح من حسين، وبيشتري السبح دي بقى من الازهر، والسياح بتيجي تاخد منه سبح قد كده بس بيكسب ألوفات بقى ما اقولكش ألوفات، وعنده واحد صاحبه بقى ما بيشتغلش في السبح. امال بيشتغل في ايه يا شريف؟ وانا مالي يعني؟ هو انا يعني اشغل نفسي بالناس ليه؟ امال عمال ترص لنا شجره العيله اللي عمال ترصها لنا دي ليه؟ كمل.
ما هي اللي قطعتني. خلاص يا سيدي سوري مش هقطعك تاني، اتفضل كمل. المهم صاحبه ده بقى ايه حكايته؟ حكايه ليه ام اسمها ام خالد، وخالد ده مات في حادثه عربيه كهرباء هو والحمار، والحادثه دي اتكتبت في صغرايب وكانت ايه ما اقولكش. وليه اخ كان ده هيدخل الجيش، وطبعا بعد ما خالد مات امه ما بقاش اسمها ام خالد، بقت اسمها ايه ام المرحوم. واخوه طبعا خد اعفاء نهائي عشان هو العيل الوحيد لسرته. العيل الوحيد لسرته؟ اسمها العيل الوحيد اولا، اسمها العائل الوحيد لاسرته مش لسرته. ليه سرته؟ رجعنا للجهل تاني. يعني لو كان حد سمعك دلوقتي كان هيقول عليك ايه؟ هي نفسي افهم كان هيقول عليك ايه. ايه يا جدعان اتاخرتوا كده ليه؟ انا غلطان اني سبت في اتنين زيكم. الواد ده معانا ولا ايه؟ اه الحقيقه هو معانا، بس يعني غصب عني، غصب وتدار. هو انتوا فعلا اتاخرتوا كده ليه؟ مفيش بضاعه خالص في السوق يا شريف، البلديه سحبت كل البضاعه اللي في السوق ومعرفناش نجيب غير شويه دول بس. اه صح يا شريف، البلديه سحبت كل البضاعه اللي في السوق وما عرفناش نجيب غير شويه دول بس. انا عايش مع هات ولا ايه اللي انا فيه ده يا رب؟ اسكتوا خالص كده يا شريف، بقى ترمي اختك الرميه دي. وانا مالي اللي بيشيل اربع مخروبه بتخر على دماغه، انا مالي. طب يلا يلا لموا الحاجات دي، عشان انا سمعت فوفي بتقول ان انكل عماد هيروح لكم النهارده البيت. الله اوبا اوبا اوبا، وده ايه اللي جايبه ده كمان؟ ده كده ممكن لو جه بوظنا الحكايه كلها. يا عم انتوا مالكم، انتوا تسيبوه في حاله، مالكوش دعوه انتوا، بس تدخلوش بينا بقى. انا اللي كلمته عشان يجي يديك كام كلمه سوداني كده، اصل هو خبير في السوداني، اصله كان مصاحب شغاله زمان كده. يا نهارك ابيض، يعني انا اساسا ما قلتلوش وانا باخد منه الفلوس امبارح ان انا اروح السودان اساسا، تقوم تقول له؟ وبعدين مين قال لك ان احنا عايزين خبير اساسا؟ يا رب ارحمني بقى. ما هو انا كلمته عشان مثلا لو البوليس مسكك وكان هيعدمك، ازاي يعني هتقول الشنطه دي مش بتاعتي؟ انا بريء يا بيه. قهر لي يا شري، هتقولها ازاي دي؟ علي النعمة الواد ده كفاء حليب قلبي، والله والله يا شريف الواد ده انقذ حياتك وانت مديل له بحياتك. علي النعمة انا اللي حمار واستاهل ضرب الجزمة ان انا اعرف اتنين زيكم. هقول ايه وهم بيعدموني؟ هقول حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم وفي الكافيه كله. لا 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 يا شريف، ده غلط كده، انت لازم تقول الشهادة. لا انا هيغمى عليا كده. اه شريف خلاص نويت تروح السودان؟ طب بقول لك ايه، ما الصعيد قريبة من السودان، انا اقدر بقى من هناك من الصعيد اصربك كده من بره بره على السودان. انت عارف احنا لنا يد في الصعيد جامده قوي قوي. انت هتقول لي ما انا اللي معروفك عليهم. تعرفوا على مين؟ هو انت تعرف اصلا حد في الصعيد؟ شريف ده شريف الصعيد ابن صعيدي. امال ايه ده، عنده طربات هناك. بيهزر عمي بيهزر، هتودينا في داهيه. ايه ده يا عمي؟ انا فعلا بحب اهزر. ايه طب قولي بقى، ايه تحب احفظك ايه بالسوداني؟ حفظه يقول انا بريء، انا بريء، الحاجه دي مش بتاعتي. بريء من ايه؟ وحاجه تقول لي مش بتاعتي. هي منا كمان بتهزر، ثم هما الاثنين ابتدوا فجاه حبوا الهزار دلوقتي. هي قصدها تقول يعني لو في يعني وانا في المطار حد مثلا ساب شنطه جنبي غلط فاقدر اقول انها مش بتاعتي، صح يا ماما ولا ايه يا منا؟ صح 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 طبعا. لا يا ابني قصدها تقول على السيكو سيكو. يا دي النيله السوداء. طب حد يقول له حاجه بقى. شكله اتفرج على فيلم النمر والانثى قريب. انت عايز تقول لهم؟ قول لهم، قول لهم الموضوع احسن. موضوع ايه انت يا يوسف؟ هو بيهزر يا ماما، بيهزر يا ماما. هم كلهم حبوا الهزار فجاه، مش كده يا زفت؟ كده يا حبيبي. شبريني الموضوع. انا عارف ما حضرتك اساليه. هو انا مالي؟ بتتكلم عدل يالا بدل ما اقول لك. لا ما هو انا اللي بقى اللي هتعدل لك. ما تلم جماعتك يا عم يوسف. الله ايه ما تنسى. ايه يا فرح، احنا مش اتفقنا بلاش الالفاظ الوحشه دي؟ اخرس انت ومالكش دعوه خالص. يا فرح ما ترجهوش، في حاجات بتتنطر منه. يا دي النيله يوه، بص يا ولد ارى الواد يا عيني. ما شاء الله في البطاقه مكتوب ذكر وانت في الاصل البان ذكر. شريف يلا حبيبي لوحدك كده قول لي فيه ايه. يا ماما والله ما في حاجه، انت ليه مصممه ان في حاجه؟ ما حد يتكلم يا جدعان غيري بقى. انا احكي لك يا فافي على كل حاجه. اذا انت بعتينا فجاه كده خلاص. بص يا فافي، اصل بصراحه يوسف كان عايز يسافر مع شريف السودان، بس لما شريف قال له مش هينفع يجي معاه عشان هناك في زحمه وهو هيبقى مشغول، راح قال له خلاص انا هقول لفافي على حاجات ما ترضاش تخليك تسافر. كلام ده حقيقي يا يوسف؟ لا طبعا مش حقيقي يا عمده. لا اقصد حقيقي يا عمده. نزل دي، نزل. كنت عايز تروح معاهم ليه؟ ما انا قلت لك يا انكل عشان يتفرجوا على الماتش. ما يتفرج عليه هنا معانا.
ما احنا كده قلنا له من الاول ما عجبهوش. ما انا قلت له يتفرج معانا على التلفزيون لاول مره وبعدين نبقى نشوفه كلها في الاعاده، يمكن يجيبوا جوان تانيه ولا حاجه. ليه هو قال لك كده؟ طيب وانت صدقته؟ لا طبعا، ما ممكن يكسبونا في الاعاده. ايه راجل كل دي سندوتشات ليه؟ انتوا رايحين ايه مريخ؟ تعالي ولد تعالي. لا 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 دي مش سندوتشات ولا حاجه، اصل شربين يا حبيبي نسي معايا الكيس ده وهو بيودعني في بير السلم فقلت اجيبه له. بير السلم؟ كنت بتلم البضاعه من السوق في بير السلم؟ بصراحه يا شريف توفي. ايوه يا طنط. طنط في عينك. تعالي تعالي يا حبيبتي وريني الكيس اللي في ايدك ده فيه ايه. اروح اشربيني؟ روحي يا روح. لا مؤاخذه اشربيني. بس هيكون في ايه كيس يا ماما؟ دي شويه غيارات يا ماما. ثانيه واحده يا حبيبتي اللي جبتي لي الكيس. حبيبتي دي شويه غيارات يا ماما، معلش عشان شربيني يعني ما جابهم عشان يوسف يغسلهم له يعني عادي مش حاجه. انا ما جبتش حاجه عشان شربيني، ثم انا ما بغسلش. فعلا هو جابهم عشان يغسلهم له شربيه، يغسلهم له مع غسيل يوسف. وما لقيتش غير يوسف اللي يغسل، هو عارف يغسل وشه. اوعى وريني الكيس ده فيه ايه يا حبيبتي. ثانيه واحده بس، معلش انا هقول لك، انا عايز اشوف الكيس ده فيه ايه. اوعى يا ماما. ثانيه واحده، شربيني غياراته جوه ما ينفعش الناس تشوفها، عيب ما تتكلم. فعلا ما ينفعش فيهم واحد مقطوع صح. اوعى بقول لك حطي حسبي. اوعى يا نهاركم مش فايت. مصر مصر مصر. عاجبك كده؟ عاجبك؟ بتسرقوا الاعلام من فوق الكباري وتقولي سندوتشات؟ انا هفهمكم بقى، بما ان الموضوع دخل في اللي احنا فيه ده ومصر مصر، الاعلام دي بتاعتي انا، وانا قلت لهم يلموها لي من السوق يعني عشان اروح استرزق منها في السودان وابيعها للمشجعين. فكره هايله والله يا واد يا شريف، طول عمرك مكافح. انت تخرسي خالص، هي فكره ايه اللي هايله؟ اخوك نصاب وبيفز من قدامي. يوه بقى انا خلفت اوزه. مفيش سفر يعني مفيش سفر، لما هتتنطط زي اختك كده ما انتش مسافر. ليه بس يا ماما؟ اتفلق كشر زي ما انت عاوز، انا مش مستغنيه عنك. ها يبقى قابلني لو سافرت. ورويس يا خساره فلوسي اللي راحت هدر. ما تخافيش، الماتشات جايه كتير، هيتباعوا هيتباعوا بقى في الاشاره وقدام الاستاد هوا هتلاقيهم خلصوا، بس قدمي انت المشيئه. انت ميعاد حمومك النهارده الثلاث مش كده؟ ايوه طبعا. بتاخد وقت؟ سبع ساعات. يوم الخميس وراك حاجه؟ الخميس لا. يا ريت تيجي تحميني، انا برتاح يوم الخميس قوي. طب يا ريت بقى سؤال بقى لو سمحت. اتفضل. حضرتك بتفضل الليفه ولا فرشه البلاط؟